مرحبا، اهلا وسهلا فيكم. سلام للجميع. اليوم عندنا كم واحد؟ أربعة. ايوه شو مين نبدا؟ نلعب بهذول الاثنين بالصغار. يلا خلينا نبدا بالصغار. نمسك هذا هيك. طيب اوه واو اوكي. عندنا 18 واط يو اس بي سي تشارجر. خلينا نشوف شو هو. من كلوتك. هدول شركه تعاملنا معهم كثير صراحه. عندهم كثير برودكتس، اخذنا منهم وايرلس تشارجرز وعملنا عليها ريفيو. اذا بدكم تطلعوا عليها شو يسووا. كلوتك سبونسر اس. شوفوا هاي. اوكي هذا هاي اول مره يمكن بتشوفوها. يو اس بي سي مع لايتن. هذا تشارجر للايفونز، فاست تشارجرز. اوكي اللي هون يو اس بي. كل النيو تشارجر، الجود تشارجر، الفاست تشارجنج، هذا 18 واط. هون USB-C. هون كل يو اس بي سي، بطل يو اس بي عادي. تتذكروا انتم كله هون كان ينحط يو اس بي عادي، صار يو اس بي سي وغاد هذا. فهذا فاست تشارجنج، جود برودكتس. حنعمل عليها ريفيو لحالها، نشوف كيف التشارج. بس بشكل عام اي ثينك اتس ا جود وان. افتح الثانيه. اوكي انا فيري جود كواليتي صراحه عندهم. طيب الثاني شو هو؟ عندنا هذا البوكس. ابصر شو فيه. بوكس هيك. ابصر شو فيه. شو تتوقع شو فيه؟ انا بعرف. Every minute and second with you enjoy. Oh, watch ممكن. Watch صح. يلا نفتح. يلا. هون عندنا الواتش هون وفي instructions. واو شوف. اوه. طبعا هاي الواتش اللي جبناها هي بدون بطاري، هاي على الحركه على الموشن. وفي شيء it comes with يعني bracelet مع love. اوكي بدات تشتغل. طلعوا والله very high quality. هي مش ثقيله كثير بس شكلها كثير حلو. و it comes with كمان هذا ال... هذا ال... طلع من جوا كيف بدات تشتغل. هذا في هذا، وهذه هذه عشان إذا بدك تصغر الإشاط. خلينا نجربها على الإيد عشان هيك كبيرة شايفينها. بس والله هي look good صراحة. أشوف look good. أوكي طيب هذه حنرجعها. يلا افتح اللي بعده أنت. ورجيهم. لا هذي خلينا نفتح هذي اول. هذي نفتح هاي. يلا اوكي في شغلتين هون. في شغلتين. هاي الاولى ترايبود، بس هاي كواليتي ترايبود مع سيلفي. خلينا نجرب شو هو هذا الترايبود. شوفوا هو وفي يو اس بي مايكرو يو اس بي تشارج. واو شوفوا. طبعا اول شغله فيه انه تقدر تفتح هيك. اوه نايس. وين تحط التليفون؟ هون شوف. بنحط هون التليفون. وهذا شوف طوله يعني تقريبا متر شوي. بس شو الحلو فيه انه بلف هاي كمان انه بصغار هيك. شايفين؟ حلو حلو حلو. وفي هون طبعا
هاي تبعت ال تتصل شو اسمه البلوتوث عشان تعمل صور. نايس نايس جود كواليتي شايفه. استاهل صراحة. وهون عندنا بلاك هيد ريموفر. اوكي عشان هاي المنخار لما واحد يصير عنده شغلات سودة على المنخار. اوكي دوكي. بلاك هيد ريموفر وبلو لايت. والبلو لايت. في هذا الماشين عندها 3 مودز soft, normal, strong وعندها 3 x 4 tips in total وعندها cotton balls ومايكرو تشارجر وعندها هذا. اوه هدول هدول عشان ينظف المنخار هدول يعني هدول حاطينهم اضافه. جود جوب. هذه نشوف نجربها نعمل لكم ريفيو هل تستاهل انك تشتريها ولا لا. يلا افتح اللي بعده. يلا عندنا شغلات حلوة اليوم. اوكي هذا لا ما فتح صوت. ايوه طيب استنى شوي. اوكي تليفون. واو هذا ايش هو التليفون؟ هذا الهواوي بي 30 لايت. بي 30 لايت ونفتحها ونشوف كيف هذا التليفون اذا كويس اذا يعني ولا اذا مو كويسه. اوكي وفي عندنا 2 سليم شيل ال جي 60 هدول للتليفون تبعي هذا ال جي الجي بي 60 عاملين 2 شو اسمه 2 كيسز حنحكي لكم عنهم later. طيب يا هذا الهواوي لايت بي 30 هذا حيسوي عليه ريفيو. فهذول اللي فتحناهم اليوم ان شاء الله تكونوا استمتعتوا. اذا حبيتوا بدي اشوف كل الريفيو عشان كلهم اعملوا لايك كومنت وسبسكرايب. سلام للجميع. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل